فكت فتح، كل التحية لك سيد زيد، أهلا وسهلا. مساء الخير سيدة دينا، التحية لك ولفضائيتكم المحترمة، الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. كل الرحمة لهم والشفاء السريع بإذن الله، وحفظ الله فلسطين العربية الحبيبة. سيد زيد، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أتصور أن الوضع أصبح مختلفا، وأن هذا الاغتيال تحديدا وهذه الحادثة تحديدا ليست كمثلها من حوادث أخرى أو من انتهاكات أخرى يقوم بها الكيان المحتل. بالتأكيد مقتل أو استشهاد إسماعيل هنية سيكون نقطة فارقة فيما أو في هذه الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من 10 أشهر. أولا يعني الاحتلال ليس غريبا عليه أن يقوم بعمليات اغتيال، فهو اغتال الأخ أبو عمار، واغتال أبو علي مصطفى، وأبو العباس، وفتح الشقاقي، وكثير من الشهداء حقيقة، القاضي أبو جهاد وأبو إياد، وكثير من القادة وأبو عمار على رأسهم كذلك الأمر. اعتقد انه قتل يعني استشهد او قاموا باغتيال مفاوض الذي يتفاوضون معه من اجل ابرام صفقه. هذا دليل واضح على انه الاحتلال لا يفكر الا بحرب اباده حقيقيه، لا يفكر الا بالقتل، ولا يفكر على الاطلاق الا بتقديم كل الات القتل، ومدعوم بشكل كامل من الولايات المتحده الامريكيه. وانتم سمعتم في محطتكم المحترمه التقارير الذي قدمت من خلال كثير من الاشياء حقيقه، على انه هذا الاحتلال لا يقوم الا بحرب الاباده الحقيقيه ضد ابناء الشعب الفلسطيني. هذا شيء اصبح واضحا، واليوم يتعرض كثير من الشعب الى الاغتيال، اغتيال في الجوع، اغتيال في القتل، اغتيال بالقذائف، اغتيال بكثير من الاشياء الذي يندلها جبيل البشريه. وانا ليس بعيدا عن محكمه العدل الدوليه والجنايه الدوليه، لانه غدا نحن سيكون لنا وقفتين، وقفه امام جنايات محكمه الجنايات الدوليه دعما للاسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون الى ابشع اشكال التعذيب وضد حرب الاباده في فلسطين، في القدس، وفي رام الله، وفي الضفه الغربيه، وفي غزه الحبيبه. اضافه سيكون في امستردام كذلك الامر وقفه بنفس السياق، لانه هذا اليوم العالمي لدعم الاسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا الى ابشع آلة التعذيب واشكال التعذيب، لو وصل عددهم الى الالاف المؤلفه. الاحتلال سيدة دينا ليس غريبا عليه ان يتصرف باي طريقه كانت، وخصوصا بما يتعلق بالقتل وحرب الإبادة الحقيقية ضد شعبنا الفلسطيني، مدعوم بشكل كامل وبشكل شراكي، وليس دعما فقط. هو يقوم الأمريكان بعمل شراكي وتقديم كل ما هو ممكن لهذا الاحتلال من أجل استمرار في آلة القتل. نعم سيد زيد، هل مع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مع حزب الله، بالتأكيد لا نتمنى لهم الشر بأي صورة من الصور، ونتمنى أن تهدأ الأمور، ولكن هذا التصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله، هل من الممكن أن يهدئ من روع الإسرائيليين أمام الشعب الفلسطيني؟ هل من الممكن أن يهدئ من عملياتهم باتجاه الفلسطينيين والاجتياحات المستمرة لكثير من الأراضي الفلسطينية، أم أن الكيان المحتل ماض في حربه على مجالات مختلفة وفي مواقع مختلفة، سواء منها الفلسطيني أو اللبناني؟ أولا يعني في موضوع مهم جدا، أنه هذا الاحتلال إن كان لإخواننا في لبنان أو كان لأهلنا وشعبنا في فلسطين بشكل كامل أو للجوار، لا يقدم الاحتلال إلا آلة القتل. لاحظي، هل سمعتي تصريحا واحدا يدعو إلى السلام، يدعو إلى الاستقرار، يدعو إلى الهدوء؟ الجميع من سموتريتش إلى نتنياهو إلى جالاند إلى بن غفير، كل الجميع يهدد سنقضي وسنحاول أن نضرب بيروت، وكما عملنا في غزة ودمرنا 90% من غزة ستدمر بيروت. أنا بعتقد أن اليوم يجب علينا نحن كأمة عربية وأمة إسلامية أن نقف موقف مهم. تعرضت أكثر من 3 عواصم عربية إلى قصف وإلى اغتيال حقيقي، إضافة إلى عاصمة إسلامية. يفترض أن يكون اليوم هناك موقف واضح ضمن مصالح مهمة مع الأمريكان ومع كل الدول الأوروبية، ويجب وضع هذا الاحتلال في قفص العدالة في محكمة الجنايات الدولية. هذا ضرورة. الاحتلال لا يميز لا بين بيروت ولا بين دمشق ولا بين أي منطقة. الشعب الفلسطيني سيدة دينا دفع الغالي والنفيس
من أجل أن يحافظ على كرامته وعلى عزته ويدافع عن أم العربية والإسلامية بشكل كامل. الاحتلال يخوض حرب إبادة حقيقية ضمن تقارير دولية، المجاعة، الأسرى، تدمير البيوت، قطع الماء، الكهرباء، الصحة، الصحفيين الذي قتل أكثر من 165 صحفي، لماذا؟ لعدم نقل الحقيقة. الاحتلال ماضي دائما في حالة القتل وحالة الإرهاب، وأعتقد يجب أن يوضع حد لهذا الاحتلال بأن أن يكون هناك قرارا واضحا من هذه الأمم المتحدة ومن الجمعية العامة ومن كل العالم الذي يحترم القانون، لأن الاحتلال لا يحترم القانون ولا يحترم القانون الإنساني، وهو ماضي ويجب أن يعاقب بكل بساطة. يجب أن يعاقب هذا الاحتلال بكل الأشكال، وأنا بعتقد لا 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 يفكر الاحتلال انه هو يستطيع ان يهين كرامه الاخرين والاخرين لا يستطيعون الدفاع عن نفسهم. لا، الشعب العربي والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني قادر على الدفاع عن نفسه، واعتقد انه الاحتلال يجب ان يعمل الف مليون حساب الى كثير من الاشياء. نعم سيد زيد، والى التصريحات الامريكيه التي دائما هي متضاربه، يقولون ويقولون العكس دائما. بايدن يقول انه يدرس ان يمد اسرائيل بسلسله من الدفاعات الجديده، ولكنه على جانب اخر يهدد نتنياهو بانه ربما يتخلى عن اسرائيل اذا ما دخلت في نطاق اوسع من التصعيد مع ايران. فكيف هو الموقف الامريكي في هذه المرحله؟ الموقف الأمريكي، أنا أسلفت لك سابقا وحتى في لقاءات سابقة أن الأمريكان أصبحوا ليسوا وسطاء حقيقة. خلينا نحكي الأمور، نتحدث بشكل واضح ونتحدث الأمور بمسمياتها. الأمريكان أصبحوا شركاء في هذه الحرب. اليوم قبل قليل غادرت طائرة من قطر محملة بالأسلحة إلى الكيان الصهيوني. الدعم الغير مسبوق. وزير الدفاع ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أنه نحن سندافع عن هذا الكيان الصهيوني. سيدة دينا، منذ قبل اغتيال هنية بيوم واحد عندما تم اغتيال القائد فؤاد شكر في حزب الله، بشكل واضح تحركت الأساطيل الأمريكية إلى الشرق الأوسط. هذا دليل على دعم غير مسبوق. هل يمكن أن يتخلى الأمريكان عن إسرائيل؟ أنا أعتقد لا يمكن على الإطلاق، لأنهم هم شركاء بكثير من الأشياء، وأهم هذه الأشياء هم يدافعوا عن هذا الكيان بكل ما يستطيعوا من قوة. ماذا فعلوا بكريم خان؟ هددوه الكونغرس الأمريكي. ماذا فعل الكونغرس الأمريكي عندما ذهب نتنياهو وتحدث بكثير من الأكاذيب وأصبح ملك الدراما والأكاذيب، التصفيقات الذي صفقوا لها؟ أنا أعتقد اليوم كفى للأمريكان مراوغة، ويجب أن يتحدثوا بحد الأدنى بالقانون الذي سنوه ووقعوا عليه، ويجب عليهم احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يتحدثوا بمراوغة وهم يعلموا جيدا أنهم يكلوا بمكيالين في كثير من القضايا، وخصوصا بما يخص القضية الفلسطينية. هم من اعترضوا وهم من حاولوا كثير إيقاف بعض الدول لعدم الاعتراف بدولة فلسطين. اليوم مطلوب من كل هذا العالم الاعتراف المباشر بدولة فلسطين، وأنا هنا أقول آن الأوان لكل شعبنا الفلسطيني أن يكون واحد موحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن رسالة الشعب الفلسطيني إلى هذا العالم أنه لا يمكن أن يكون هناك حل أمني بالمنطقة، ولا يمكن أن يكون إلا بكنس الاحتلال وتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بتحقيق آماله ببناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس في الضفة وفي غزة وعودة اللاجئين ضمن القرارات الدولية، وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولا يمكن على الإطلاق الشعب الفلسطيني يتنازل عنه، لأنه ماضي وماضي في 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 النضال حتى تحرير آماله وطموحاته في هذا العالم الظالم الذي على ما يبدو هناك طرش وهناك عمى في كثير من الأشياء السياسية، وأن إسرائيل وأمريكا ستورط المنطقة بحرب خلال ساعات. سيكون هناك بصراحة شيء، يعني العالم كله ينظر إلى هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بشكل واضح أن هناك اشتعال وهناك تدحرج في إشعال المنطقة للأسف الشديد. طبعا نتمنى السلامة بالتأكيد. شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. السيد زيد تايم، أمين سر حركة فتح، كنت معنا مباشرة من هولندا. شكرا جزيلا لحضرتك.